وتعالوا نتلقى أول سؤال من السيدة أم أحمد. السيدة أم أحمد معنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. ده حضرتك يا دكتور عمرو. الحمد لله. هل أطمع إن أنت توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون يا أم أحمد؟ أيوه عاملة كده والله، موطية خالص. أنا بعدت عنه خالص. اتفضلي. حضرتك أنا متزوجة بقالي 13 سنة. نعم. وحاليا بقالي 4 شهور في بيت أهلي، أولادي مش معايا. ليه؟ حصل مشكلة كبيرة، وهو مد إيده عليا لدرجة إن أنا رحت المستشفى يعني، فساعتها ما عرفتش آخد الأولاد يعني، أنا اتشالت ورحت المستشفى، وبعدين أهلي جابوني هنا يعني. فعملتي له محضر ورفعت قضية. وبعدين؟ رغم إن هو اللي غلطان يعني، متنك وشايف نفسه شويتين، والناس كتير اتدخلت ومفيش فايدة. والمشكلة دلوقتي إن أنا الأولاد اللي تعبني يعني، مش عارفة أجيبهم هنا، وفي نفس الوقت مش مأمنة إني أسيبهم معاه هناك، لأن هو أخلاقه صعبة وبيبهدلهم شوية. طبعا هم عندهم 12 و9 و7 تقريبا. طيب السؤال، هل إن حصل انتقال يعني وسبتهم له، هبقى أنا يعني شايلة ذنبه؟ طب وليه يحصل انفصال؟ هو احنا لسه عملنا الواجب اللي علينا؟ مش لسه عندنا شويه شغل لازم نعمله؟ مش لازم يبقى فيه اصلاح ذات البين؟ مش لازم يبقى فيه؟ والله كتير اصلا، مش اول مره يا دكتور، وبيبقى بيمد ايده عليا وبيشتمني شتائم وحشه قدام ولادي، وبقتلاش صعب قوي معاه، وتقريبا طب هو بيعمل كده ليه؟ يعني هو بيعمل كده ليه؟ ما هو اكيد يعني، معذره يعني، انت اكيد متجوزاه وهو عاقل صح؟ والله البني ادم ما بيبانش غير بعد العشره يعني، للاسف يعني. كويس جدا. والبني ادم ما بيبانش غير بعد العشره، والبني ادم قد كمان تغير فيه العشره، فالعشره ممكن تغيره يبقى احسن. والا ما كانش القران قال لنا ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. انا من اول يوم جواز وانا بعاني معاه، وبقالي 13 سنه يعني، تقريبا كل سنه بغضب عند اهلي بمشكله. طيب. شكل. طيب فين بقى، فين السؤال بتاع حضرتك؟ تعملي ايه؟ ولادي انا قلبه في سؤالك، بس ما عنديش امكانيه ان انا اخدهم، هل حرام عليا دلوقتي ان انا سبتهم له؟ فين السؤال؟ السؤال ان انت حرام عليك لو سبتي اولادك وانفصلتي؟ ايوه. كويس، انا هجاوب على حضرتك يا استاذ ام احمد. بصي يا حاج يا استاذ ام احمد، بص حضرتك، لو انك انت ما بذلتيش كل الطرق اللي تصلحي بينك وبين جوزك، ولسه هو عنده بصيص من الاصلاح، فتركنا باب من ابواب الاصلاح وعملنا كده، احنا ظلمنا الاولاد. لكن لو ان احنا خلاص، ده الراجل ممكن يكون هيوصل بيا ان هو يقتلني مثلا، او ان هو في حاله اضطراب نفسي ما ينفعش العيشه معاه، او هو خلاص بقى خطر عليا، بس هو ما عنده اولاده. يعني انت بتقولي ان انا طبعا مش مع تحفظنا، مع اقرارنا بان الضرب كبيره وجريمه. لكن هو السؤال، هو دلوقتي في روحنا للمتخصصين عشان يصلحوا بينا، ولا كله كلام بينا وبين بعض كده، ما بنروحش لجذر المشكله وبنحله؟ لو كان ده ما حصلش نعمل الخطوه دي. هتقولي بس انا قاعد، ما انا قاعده في بيت اهلي وهو ما سالش فيا. انا بقول لك اللي لازم يتعمل، لو ان خلاص المساله هتمشي على نفس الطريقه. ما انا ليه بقول لك كده؟ عشان ما تجيش تعملي وتطلبي الطلاق وبعد كده تقعدي تتندمي على انك انت تقولي لنفسك ما انا كنت صبرت، ما كنت عملت كذا، ما كنت عملت كذا. عشان كده نعمل ايه؟ نعمل الاجراءات دي الاول، نعمل الاجراءات دي الاول، نروح مركز الارشاد الزواجي ونعمل ونجيب الخيرين ونقعد ونتفق. بتقولي لي خلاص انا حاسه ان انا لو انا خايفه على نفسي ان انا يحصل لي حاجه، او ان يحصل ان هو في مره من المرات يأذيني اذى انا. لو كان المساله كده، لا، انت عليك ان انت تحافظي على نفسك، وكونك مش قادره تربي الاولاد فهم يفضلوا مع ابوهم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بس انا بقول لك قبل ما تقولي الكلام ده، وقبل ما تسالي السؤال ده، على الاقل عندك اجراءين لازم تعمليهم، ان في ناس
من اهل الحكمه يتدخلوا. الامر الثاني ان احنا نروح لمراكز الارشاد الزواجي عشان نصلح ما افسدناه احنا الاثنين.